وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الأستاذة دلال الزايد، عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس. أهلا بك. بداية، استشهاد ضابط وفرد من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهما للواجب الوطني هو تضحية من تضحيات رجال البحرين البواسل الذين قدموا أرواحهم فداء للواجب الوطني المقدس. كيف تصفين هذه التضحيات؟ طبعا بداية تعازينا للقيادة ولأسر الشهداء الأبرار رحمة الله عليهم ولشعب البحرين، ونسأل الله عز وجل أن ينعم على المصابين بالشفاء. طبعا فيما يتعلق بعودة لسؤال جلالة الملك الله يحفظه، انتهج مبدأ وسيادة أن مملكة البحرين تدعم مساعي والتعاون من أجل السلم والسلام في المنطقة ودوليا، ويعول طبعا على منتسبي قوة دفاع البحرين للمشاركة والإسهام في ذلك من خلال مشاركتهم مع قوات التحالف العربي وأداء واجبهم القومي العربي المشرف لدعم الشرعية في اليمن. وحقيقة هم رجال أثبتوا قدرتهم على أداء هذه المهام وسط الظروف والتحديات التي كانت مصاحبة، ومواصلتهم إن شاء الله لدورهم الباسل المشرف مع الدول الشقيقة والصديقة. طبعا المتتبع أيضا المجريات التي تمت في هذا الشأن وما صاحب من انتهاك سافر عدائي فيما يتعلق للهدنة على القوات المرابطة للحدود، شكل انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة واللي كانت فيها القوات طبعا سواء على المستوى المدنيين أو العسكريين تكون موضع حماية بالنسبة لهم بموجب الاتفاقيات خاصة جنيف، والتي تتلازم مع الفترة اللي يكون فيها وقت لإطلاق النار وهي ما تسمى يعني بفترة أيضا السلم، حيث تعد مثل ارتكاب هذه الجرائم في حقهم كجريمة حرب. لذلك إحنا نتطلع وندفع بأن يكون هناك ما يستوجب الحراك والمساءلة الدولية والعقاب خاصة فيما يتعلق بالضحايا بموجب القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية واختصاص المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة ومحاكمة مرتكبيها عندما تقع على الأفراد فيما حدث لأفراد قوات البحرينية، خاصة أنه صاحب فيها عمليات استشهاد وكذلك إصابات متعددة للأفراد. لا. ويمكن في تكراركم الآن لعدد من التنديد وعلى المستوى الإقليمي والعربي والدولي وأيضا ما تضمن هذا التنديد من دعم وتضامن مع مملكة البحرين، نؤسس ونعول عليه في مسألة الحراك الدولي على هذا المستوى للمساءلة والملاحقة. نعم، سعادة الأستاذة دلال الزايد، عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، شكرا لك.